من أخبار الأحوال الجوية إلى أخبار الاقتصاد في ورقة لشمس الدين سهيلي. لم يتأثر النشاط التجاري لشركة سوناتراك بعد اعتراض ناقلة النفط الجزائرية في مضيق هرمز من طرف حرس الطوري الإيراني، هذا ما أكده وزير الطاقة محمد عرفات من أشلف. ارتفعت أسعار النفط اليوم مع تصاعد توترات النفط بشأن الإيراني وانخفاض كبير في المخزونات الأمريكية ومؤشرات إيجابية بخصوص محادثات التجارة الصينية الأمريكية. الأورو ينخفض لأقل مستوى في شهرين مقابل الدولار بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة وتكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يفتح الباب لتسيير كبير في السياسة النقدية بداية من أسبوع المقبل.